تدمير عدد من الآليات والمدرعات في جيزان وكسر زحف للمرتزقة في ميدي وتقدم للجيش واللجان الشعبية في مأرب وتعز. أسير سعودي في قبضة الجيش واللجان يطالب بلاده بوقف العدوان على اليمن. المقاتل اليمني تاريخ متواصل من الانتصارات ودحر الغزاة والمرتزقة. العدوان يبحث عن فرصة أممية أخرى لارتكاب المزيد من الجرائم. تدشين الحملة الوطنية للتحصين ضد شلل الأطفال والحملة التكميلية للحصبة والحصبة الألمانية في أمانة العاصمة وعموم محافظات الجمهورية.